خير لجميع المشاهدين، صباح متمنى مليء بالدفء وين ما كنتوا موجودين. انتبهوا اكيد الشاغل بها الايام بلبنان، لنا غير تشكلت او ما تشكلت الحكومه، هذه حطيناها شوي هلا على جنب، هي اكيد العاصفه اللي عم تضرب لبنان والمنطقه كمان بشكل عام. من على بكره كلنا عم نعرف وعم نتابع الاخبار، في كثير طرقات فيها تجمع مياه، في شويه حوادث سير، عسى انه يكون ما حدا انصاب بشكل كتير كبير، بالإضافة إلى الانهيارات وتسكير كتير من الطرقات. هذا عدا أنه الطرقات الجبلية بمعظمها هي مسكرة بسبب تراكم الثلوج، وبليز بليز اللي عم بيتوجهوا إلى هالمناطق هاي انتبهوا وتابعوا القوى الأمنية شو عم بتقول، أي طرقات هني عم بيقدروا يفتحوها إيه أما لا، لحتى ما حدا يعني يصاب بأي أذى أو يعلق بالطرقات اللي هي مسكرة. عدا عن هيك أهضم شيء باللبنانية أنه دغري يعني النكت اللي عم تجينا وعم بيبعتوها لبعضهم حول هالعاصفة هي كمان ممكن هي كتير تسلينا بهالكم يوم، إنما برجع بقول إنه ننتبه إذا الأمور عم تنقضى بشوية نكت معليش، إنما ما يكون في أي شغل تاني. نحن اليوم بعالم الصباح رح نترافق نحن وياكم، بتأمل تكونوا قاعدين وترافقونا لأنه هذا يمكن شيء مهم تقدروا تعملوه، ما تروحوا على طرقات إذا قادرين، يلي ما عنده أي شيء اضطراري ما يظهر من بيته، نترافق سوا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت بفقرات عديدة وبطلعتها كمان الشيف حسين اليوم رح يعطينا ثلاث وصفات. صباح الخير. صباحو. وعنا شوربة لأنه أكيد الوقت والطقس هيك بده أنه يكون في عنا شوربة. صباح الخير، شو محضر لنا اليوم؟ شو الأخبار؟ منيحة. كيفك على البردات؟ عظيمة. بمناسبة هالبردات غادة، أنا اليوم محضر وصفة كتير طيبة اللي هي الشوربة، طبعا غير انه كنا محضرين السحلب وانواع شوربه كثير ضمن فقرات رشه ملح. الشوربه نحن لليوم محضرين عنا شوربه دجاج بجوز الهند، هيدا اول طبق، وايضا في عنا الطبق الثاني مدفون للدجاج، وايضا في عنا الكب كيك بالشوفان وايضا الموز. هول هن لكن غادة وصفتنا لليوم، عنا وصفتين وصفتين مالح، وصفة حلو. انا بقول لك كل المشاهدين لكل ستات البيوت ما تنسوا الورقه والقلم لحتى اعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. يعطيك ألف عافية شيف. طبعا نحن رح نترافق لغاية الساعة 1 مثل ما ذكرت، رح أخبركم بعد شوي عنا ضيوف وفقرات عديدة اليوم، إنما البداية تبقى لعند كارمن، ننتقل فورا من صبحها بألف خير ومنسمع حظنا. صباحكم الخير. اليوم الثلاثة 8 كانون الثاني يناير، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني من برج الدلو، الأجواء بعدها حلوة لموالي برج الدلو الجوزاء وكذلك لموالي برج الميزان. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل، بتكمل الأمور عندك بطريقة حلوة سلسة مولود برج الحمل، هيدي فرصتك لحتى أنت ترجع تختار الشخص يلي لازم أو بتعتقد أنه لازم تكون علاقة أفضل، يمكن يكونوا رفقاتك بالمدرسة، يمكن يكونوا بالجامعة أو زملائك بي 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 بالشغل أو بعض الأمور الاجتماعية. نهار جيد للتواصل مع هالناس. الأكثر حظا 20 21 22 أدار مارس. بننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور نهار مهم بالنسبة لك، كل هيدا الشهر مهم، واليوم هو من الأيام المهمة يلي لازم تكون أنت محضر حالك، بمعنى أنه مش بس هيدا الشهر إيجابي وبيحمل فرص إيجابية، لكن أيضا بيحمل فرص مهمة وتقيلة نوعيتها مثل اليوم، لكن ضروري تكون محضر حالك، الأمور ما بتوصل لعندك على طبق من فضة. تبقى الأكثر حظا 2 3 6 7 8 12 13 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. ظروف حلوه بتخلي مولود برج الجوزاء يكون شوي متفوق بشغله بعمله، بحس حاله انه هو مرتاح عم يقدر يعطي، بحس حاله انه قادر يستوعب الامور، ومش بس هيك بيركز وبيطلع من عنده بيطلع من بايده شغل كثير مهم، سواء كانت بامور صحفيه، سواء كانت بامور اكاديميه او اجتماعيه مهنيه، كل الامور اليوم عند مولود برج الجوزاء رح بتكون سبيسيال واوريجينال. الاكثر حظا 3 4 و5 حزيران يونيو. بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان الجو اليوم شوي ارتب واحلى من امبارح، احلى بمعنى انه انت بتحس حالك مرتاح اكثر، بتحس حالك مبسوط اكثر، عم تتفاعل اكثر مع جوك، لكن اليوم رح بتشوف انه بعد في اخذ وعطى مع اشخاص او مع جهات معينه لحتى تظبط
الوراء والمعاملات، يمكن امور العلاقه شيء اكاديميه عم بتقدم طلبات او ناطر اجوبه او ناطر يمكن شيء ريسيت يبعثوا لك. الجو اليوم بيطلب منك انك تاخذ وتعطي ايضا وتتابع فولو اب. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي حاليا هو 19 و20 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد ما ضروري دغري انت تتحمس للتحديات او اي استفزاز. اوكي، في شخص مثلا اليوم سمع كلمه مثلا، انت ما ضروري دغري تسمعها مثلا، او اذا سمعتها بدك تطنش. اليوم نهار ما لازم انت تتاثر بكل هال، مش بس اليوم، كل يوم، وكلنا مش بس برج الاسد، كل الناس ما لازم تتاثر بهالامور. بنوعيه هيدا النهار مولوش الاسد سريع الانفعال، وهذا الشيء اللي لازم تنتبه له اليوم. ركز على الايجابيات، طنش وشوف شو بصير لما بتطنش، بتمرق القصه مرور كرام وانت بتضلك مرتاح، ويلي عم يجرب يعصبك بيطلع هو المعصب. الاكثر حظا 23 24 25 تموز، 5 6 21 22 اب اغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء حلو اليوم، مولود برج العذراء من امبارح يكون عارف حاله شو عنده اليوم. امبارح ما زبطت الاجندة، اليوم قبل ما تطلع من الشغل او باي لحظة، انت هلأ بهاللحظة مثلا بتقدر تركب جدول الاعمال وتزبطه بشكل يكون الشغل ماشي على الساعة على البكلي. مولوش العذراء بهمه يكون كل شيء ماشي على البكلي حسب روتين معين، ما بحب فجأة المفاجآت بجدول اعماله، رايح بطريقه فجأة رجع بلف وبدور، هيك اشياء ما كتير بيتحمس لها مولود برج العذراء، تنزعله مزاجه. فحلو ترتب نهارك لانه هذا نهار طويل بالنسبه لك، والامور معقوله تتداخل ببعضها. هنالك حظوظ حلوه عند مواليد 9 10 11 و 12 ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان بتفرح اليوم، بتفرح اليوم لانه بالك بيطمن، اذا كنت عتلين هم اولادك اليوم بيطمن بالك، من امبارح الامور صارت افضل. الغيمه زاحت، صار مولود برج الميزان على نور، عارف الامور شو هي وباله بيطمن، الجو حلو لحتى فعلا تبحث عن المصالحه وتقوي قلبك وتقوم بطرح مشروع، قوي قلبك. الاوفر حظا 6 7 8 اكتوبر. يلي عنده شويه معاكسات هو مولود 21 22 اكتوبر. اما يلي عنده تحديات واستفزازات بنرزوه بيعصبوه هو 26 27 و 28 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار هو تحيه لإلك، لإلك انت، مش للناس من حولك، لك انت، لبيتك، لمكتبك، لامورك الشخصيه الخاصه، لمشاعرك، لعواطفك. بعض مواليد برج العقرب بحاجه اليوم الى اهتمام ورعايه، بعض مواليد برج العقرب غرقانين في دوامه من بعض المشاعر يلي فينا نقول مقلقه، مش ضروره تكون سلبيه، بعض مواليد برج العقرب بتخطوا هالنقطه هاي وبيحولوا الجو يلي عم بينصب على أمور شخصية بيحولوه إلى إيجابي، بيهتموا بهالأمور، بيعطوها أهميتها، بيعطوها وقتها، وبيطلع بالنتيجة ضميره مرتاح. الأنشط 8 9 10 11 نوفمبر. كمل مع برج القوس. نهار اللي مولود برج القوس نهار بيعطيك مجال، بيفسح في المجال لحتى تبدع، تطلع من عندك كل هالأفكار القوية والذكية. يمكن ما تكون قوية لكن تكون نوعا ما غريبة، وغرابتها فرادتها هي اللي بتلفت الأنظار. مولود برج القوس اليوم نهار بتحلق فيه بالأوريجيناليتي اللي عندك إياها. مولود برج القوس اليوم ما بيهدى لا فكريا ولا جسديا. الأكثر حظا 22 ل 25 نوفمبر، 5 6 7 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي صحيح اليوم في كونفليكت، في نوع من شعور بالقلق لانه عم بتقيم حالك، عم بتفتح انت
سجلك، عم تشوف شو عندك وشو عليك، ليش لا؟ بعدنا مبلشين السنة، وقت مناسب لحتى مولود برج الجدي يعرف حاله، مولود برج الجدي بحب يعرف حاله وين رايح ووينه بأي لحظة، هذا أمر جيد. في احتمال إنه بعض مواليد برج الجدي اليوم يحصلوا على بعض الأرباح والمكاسب يلي فيها تكون معنوية وفيها تكون غير معنوية. الأنشط اللي ما بيهدى مولود ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم الضوء أخضر عندك، في أو فينا نقول حان الوقت، الحان الأوان لحتى مولود برج الدلو يوضح بعض الأمور لحالك على الأقل، تصالح مع ذاتك، عرف حالك أنت وينك وين رايح وشو بدك من 2019، شو بدك من هالسنة. الأجواء عندك اليوم بعتبرها جيدة جدا، بتشيل الإحباط على جنب، بتزيحه وبيحل محل هالإحباط نوع من تفاؤل وحماسي وقدرة على قلب المعطيات لصالحك وتحريكه. 2-3 شباط فبراير الأكثر حظا. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت بداية السنة إجمالا جيدة لمولود برج الحوت، لكن مثل كل شهر في يومين أو ثلاثة نمرق فيهم كل برج بيكونوا هاديين رايقين، خامدين خمود وهدوء وركود. حتى اليوم أنت مارق بهالفترة من أفكار، من مشاعر، ما حدا قاريك، ما حدا عم بيطلع، ما عم بيرن السلولار، ما حدا عم بيبعث لك المساج أو الإيميل، ما عم بيوصل، في تأخير، في تأخير المواعيد العطية ما حدا بيجي عليها أو بيتأخروا، في نوع من ما رح أقول خيبة أمل، لكن الجو نوعيته هيك. ومنشان هيك لازم قبل بوقت لو عارف أنه اليوم ومبارح وبكرة رح بيكونوا هيك، يمكن زحت أو أجلت مواعيدك أو نقلت مواعيدك لفترة أفضل. اليوم نوعيته هيك، بدك تطول بالك، بدك تقطع هالمرحلة وتنطر للخميس أو الجمعة. الأكثر حظاً 3-4-5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة ناشطة، سنة ناشطة. عشو عم تنشط؟ عم تنشط لحتى تزبط أوضاعك، لترجع ترد شوي إلى موقع أفضل. عم تمرق أو مرقت بظروف ما كانت سهلة في السنة الماضية والسنة اللي قبلها، لكن هيدي السنة واعدة بتطور وبتقدم، شرط أنه أنت تواكب الأمور شخصياً وتدرب حالك أكثر. كانون الثاني يناير، شباط فبراير، أيار مايو، أيلول، سبتمبر وديسمبر أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة برج جديدة، باي باي. شكرا لكارمن. بالعودة إلى العاصفة وقبل ما ننتقل إلى أول بريك، طبعا بما يختص بالمدارس ضروري أنه الكل يتابعه، لأنه على ما يبدو وزير التربية كمان مهتم بهالموضوع والمدارس بعدها مفرصة لحتى ما يكون في أي خطر على كل التلاميذ إن كانوا طبعا على السواحل، لأنه حتى عم نشوف أنه على السواحل عم بيكون في انهيارات والطرقات منها كثير منيحة، أو حتى على المرتفعات وبالجبال. فإذا بعد الفرصة مستمرة، انبسطوا قد ما فيكم. هلا نسوى رح ناخذ أول بريك بعالم الصباح، من بعدها بنرجع بنتابع وبتنضم لنا هادية، بنكون مع آخر المستجدات ضمن على الموضة.